اللي صوت على السي محمد السلاسي يزيد لحظة غير حسبوا سادة حسبوا الأصوات شكرا لكم على تتبع ديال اشغال الانتخاب ديال هيئه مجلس الماء اللي حوتابو. بطبيعه الحال كنشكروا كاع الناس اللي ثقوا فينا ودعمونا، وغادي ان شاء الله غادي نكون عند حسن الظن ديالهم، اضافه لابد من الاشاره باننا ان شاء الله هذه هيئه استشاريه فقط، وغادي نكون دائما قوه اقتراحيه وتنسيق تام مع السلطات الجهويه تحت السيد الوالي المحترم وسيد المدير ديال الوكاله حوتابو، وباش ننجحوا هذه المحطه. والحمد لله هذا المجلس كيتكون على كفاءات عاليه وطنيه اللي مشهود ليها بالقدره على انها تكون قوه اقتراحيه ولتدبير الماء بالجهه ديالنا والجهات الاخرى اللي كيمر منا حوتابو ان شاء الله. وباذن الله غادي نكونوا عند حسن الظن ديال الناس اللي تقوا فينا، حسن الظن الساكنه وصاحب الجلاله حفظه الله ونصره. حوتابو هو هيئه استشاريه بطبيعه الحال، الدور ديالها هو ان التنسيق مع الوكاله ديال حوتابو من اجل الانجاز ديال بعض الاقتراحات، وتكون مشاركه في اقتراحاتك حول القرارات اللي باغي تاخذها الوكاله ديال حوتابو. وهو كيتكون مجموعه من الكفاءات اللي عندها واحد المكانه اللي قادره باش تنزل السياسه ديال الحكومه ديال الاستراتيجيه ديال هادشي ديال الماء. وانتم كتعرفوا المغرب كي ولا العالم كامل كيعرف واحد الاشكال كبير في النقص ديال الماء، وحنا بطبيعه الحال غادي نكونوا زعما قوه اقتراحيه، والهدف الاساسي هو اننا ننسقوا مزيان ونكونوا راه الاشاره ديال السيد الوالي ولا مدير ديال وكالة حوتابو باش ينجحوا المحطة ديالهم إن شاء الله. هو المجلس كيتكون من 99 عضو، حضروا 77 بطبيعة الحال، كاين الهيئة الأولى والهيئة الثانية، وهذا الحضور هذا كيكون عنده واحد استراتيجية ديالو. بطبيعة الحال حنا حصلنا على 62 من 77، وهذا فقط كيجسد ديال الاحترام ديال السادة الأعضاء لينا، وحنا أيضا حنا كنكونوا راه الإشارة ديالهم وحاضرين إن شاء الله باش الهدف ديالنا هو خدمة هذا الوطن الحبيب إن شاء الله أحسن ما يرام. شكرا.